Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer a... الإجراءات التي سأعلن عنها تأتي بعد أن استمعت لما قلتم لي ليلة الأحد الماضي. بهذه العبارات خاطب الرئيس موريسيو ماكري الأرجنتينيين غداة الانتخابات الأولية التي نظمتها الأرجنتين يوم الأحد الماضي والتي خسرها التحالف الذي يقوده بنحو 15% أمام زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز. وفي مسعى لتهدئة السوق المالية أكد ماكري أن هذه الحزمة من الإجراءات تهم 17 مليون عامل وأسرهم فضلا عن المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتابع أن هذه الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجور، كما تهم أيضا تجميد أسعار المحروقات طيلة 90 يوما، وتشمل أيضا منح مهلة عقد كامل من الزمن للمقاولة الصغرى والمتوسطة لأداء ديونها المستحقة لدى المصالح الضريبية. إجراءات ترى فيها أطياف المعارضة أنها وإن جاءت متأخرة فإنها غير كافية أمام الأزمة الاقتصادية التي يعيشها ثاني أهم اقتصاد في أمريكا الجنوبية، في وقت تساءل فيه آخرون هل ستكون 40 مليار بيسو أي نحو 700 مليون دولار وهي القيمة المالية المخصصة لتنزيل هذه الإجراءات، هل ستكون جرعة الأكسجين التي ستنعش ماكري لاستمالة أصوات 4 ملايين ناخب هو في حاجة إليها لضمان ولاية ثانية؟ وحدها صناديق الاقتراع تملك الجواب. Muchas gracias.